مع مجموعة اللعيبة دي، مع مجموعة اللعيبة المميزة اوريدي في البنك الاهلي، اكيد محتاج يعني انسجام اكتر بين الفريق دوت، عشان هو طبيعي انت من اول مباراة الناس هتقعد تبص على الكابتن خالد جلال، انت معاك فريق لا حلو، انت معاك ومعاك ومعاك. لا هي هتبص على الفرقة، الفرق كلها ليه؟ لان انت عندك يا كريم ست فرق ما كانوش في المنافسة السنة اللي فاتت، الاسماعيلي مدعم جامد جدا، صح، الاتحاد مدعم جامد جدا، يمكن صح. اكتر مننا مظبوط، بس احنا جايبين في المراكز اللي انا عايزها. بس المصري سيراميكا ده سيراميكا جايبه بتاع 14 لعيب وايبوكا لا امبي جايبه لعيبه، يعني كل اللعيبه دي كل الفرق دي كانت خارج المنافسه، بقى السنه دي هتبقى في المنافسه هي. فانت بتتكلم في 10 فرق، لا مش البنك الاهلي بس، ده في 10 فرق السنه دي بتتنافس على الست مراكز الاولى اللي هو هيلعب افريقيا وكونفدرالية.